الطموحات الروسية منذ بداية الاستعمار الإيطالي من خلال معاهدة أوشي لوزان. كانت ليبيا على مرمى حجر من الانقسام والنحت لصالح أهداف الإمبراطورية الروسية إلى جانب القوات الاستعمارية المعروفة في تلك الفترة. كانت روسيا أول دولة تعترف بسيادة وشرعية الاستعمار الإيطالي في ليبيا نحن ممتنون بشكل خاص لروسيا التي بعد ساعات قليله فقط من التوقيع على تمهيد السلام قامت الاخيره بزياره ملك ايطاليا في ملكيه سان راوسور الملكيه بعد ايام قليله فقط من ابرام معاهده السلام مع تركيا